ثانيا الموجة الطولية. عندما يتحرك مولد الذبذبات مقتربا من الملف فإنه يضغط على اللفة الأولى فتتحرك مقتربة من اللفة الثانية، وهذه بدورها تتحرك في اتجاه اللفة الثالثة وهكذا، وتسمى المناطق التي تتقارب فيها اللفات بالتضاغطات. ولكي تستعيد هذه اللفات وضع الاستقرار فإنها تنقل هذا التضاغط من لفة إلى أخرى، بينما عندما يتحرك مولد الذبذبات مبتعدا عن الملف فإنه يسحب اللفة الأولى فتتحرك مبتعدة عن اللفة الثانية، وهذه بدورها تتحرك مبتعدة عن اللفة الثالثة وهكذا، وتسمى المناطق التي تتباعد فيها اللفات عن بعضها بالتخلخلات. وباستمرار حركة مولد الذبذبات تسري نبض التضاغط يليها نبض التخلخل على التتابع. وبالنظر إلى لفة واحدة نلاحظ أن هذه اللفة تحدث تضاغطا وتخلخلا متتاليين مع اللفة المجاورة في نفس اتجاه انتشار الموجة. فإذا تصورنا أن اللفة تمثل جزيء للوسط المادي،